مكان خوونا خو الخاوي في الفراغ، خذوا الفراغ وحشاوه مع الخاوي. كيفاش فهمناش السر؟ فهمنا كلشي، ديك شي خاوي هضره خاويه تفرغت في الهواء. يعني كنقولوا بان المرافعه ديال الهواء، لا ما كنقول والو، انا ما قلت والو، انا كنديكم كنقول لكم بانه حنا راه كنسمعوا. كتش كتقول تسمعوا ما بقاوش جاوبوا. اه كتقول لا انا كتقول ما كتقول لا ملي كيكون التعذيب او لا امور بحال هكا كيخصني ضروري نغوت وندير الواجبات ديالي وندير المساطير. ملي بنادم كيتكلم اللي كيفهم راه كيفهم، اللي ما كيفهمش ما كيفهمش، ولكن بجوج بهم عندهم الحق يتكلموا. لو كان الله عطى الكلام غير اللي كيفهم كان سكن الدنيا واحده اخرى. يعني كانت الجلسه هذه فارغه استفزاز ديال 24. لا ما وقع والو، راه الاستاذ كيتكلم كيفسر رايه، انا اخالفه الراي لانه ما عنده حتى شي حجه. دابا شوف قضيه واضحه، الحجه اللي ما كايناش صافي. يعني كتقولوا ديما كترجعوا لكم بالقضيه الفيديو، ما كايناش الحجه. باش يخوضوا الحجه خصهم يقنعونا حنا نرفعوا الرضائيه، حنا ما نرفعوش الرضائيه. شنو جديد السي زياد؟ والو والله والله العظيم راه كديو وقتكم. انا في نظري سيروا بحالكم حتى تجي لربما المرافعه ديالنا، واذا وقع شي اصطدام، اما واذا دازت بارده راه كلكم تمشيو حتى النطق ديال الحكم. يعني كتقولوا بان المرافعه ديال الدفاع ديال 20 غتكون سخونه؟ لا لا لا، غادي تكون منطقيه، والحاجه اللي كتكون معقوله منطقيه كتكون بارده، ولكن اذا هما ما عجبهمش الحال ونوضوها غادي نوضوها معاهم. ولكن اذا دازت غد لا لا لا، انا ما مسعدش النوضه، انا بالعكس كنعسها. وانا نهضر لا انا نهضر المرافعات كلها وهذا عدد الجلسات كلها، شنو ممكن تقدروا تقدموا عاوتاني؟ الحقيقه دابا كلشي باقي ما وصلنا للمعقول والحق. باقي دابا ما وصلتوش بيان سير، باقي ما قلنا الحق اصاحبي هو هذيك الله. شنو كتقصدوا بالحق؟ الحقيقه المره. شنو هي الحقيقه؟ شكون اللي كان كيمارس الجنس في الكنبه ديال اخبار اليوم، فهمتي، في الليل، واللي كان عنده الساروت وكانوا الاجهزه كيصوروهم. حنا راه عرفنا شكون في المرافعه، نقولوها لكم. امتى غيحيد الغموض؟ ملي غناخذ الكلمه اخي. تما غيحيد الغموض. ونتمنى انه ديك النهار يعطيو الصالح مؤقت التوفيق باش. علاش تركزوا في المرافعه ديالكم اسي؟ على الحقيقه. ولكن لاحظنا انه واحد النظره في صوتكم انه كاين واحد شويه بانه هذه الحقيقه يقدر هذا الطلب ديالكم يقدر ما يكونش، يعني الفراغ ديال شحال من حاجه يمكن لها ما تكونش. ما تصورش. شحال من حاجه يمكن لها ما تكونش. بالضبط. هذا كتشك في القضيه دي. يا سير في الحياه كلها يمكن لها تكون ما تكونش. تغير الحياه ديما هكا. لا هادوك صافي، ما هادوك فهموا راسهم ملي درنا الشكايه بالتعذيب، كلشي فهم راسو بان حنا ما نتمسحوش. واش تكون شي خطه ولا شي تكتيك اخر؟ لا ما كاين لا تكتيك ولا خطه، حنا الخطه اللي عندنا هي الحقيقه. دابا خصكم تفهموا اليوم انا يمكن لي نعرف فين كنت النهار ديال البارح كلك، وإذا كان ديك التليفون معك صافي. وبالتالي اتصالات المغرب النيابه العامه طلبات لها لستيل اي دي لسيلول ديدونتيفيكاسيون، سيلولار ايدنتيفيكاسيون، لان في السماء كاينين دي سيلول. كي دابا الدار البيضاء يكون عندها واحد المليون ديال لي سيلول، دونك كيعرفوك فين كاين. معناه انه هما كان يسحب لهم بالسيل اي دي، غادي يقولوا في 7 و4 ملي كنقولوا بانه فلان كان كينيك مع فلانه، راه فعلا هاد التليفون فين كان. ملي مشاو صابوا التليفون كيف في الرباط، كيف في العرايات، كيف في المستشفى، كيف في لوطوروت، وتفهموا تفرقوا وتما تسالات لهم الفهامه. شي زيان، اشنو اللي عندك كيبرع توفيق بو 20؟ انه ما كانش فوق الكنبه في الوقيته اللي كتقول الجدرميه او البوليس بان كان
كيمارس الجنس. وشكون هذاك اللي كان في الكنبة؟ ايوا دابا تعرفه. عما قريب غادي نفتحه. المهم كاين واحد. ايوا انت وإذا كنت مزوج من حقك تمارس الجنس أخي مع زوجتك. مع الزوجة؟ أيه ماشي في عمرك. إيوا صافي راك فهمتي.